يعني انت بطل المانيا وتاني هولندا ما شاء الله. قول لي بقى انت يعني ما شاء الله انت بطل يعني، انا متابعك وانت صغير وماشي كويس يعني انت البطولتين دول سافرتهم ازاي؟ انا عارف بتطلع من المانيا على هولندا، كنت عارف ان انت هتحقق ده ولا لا؟ هو يعني الاول كنتش مصنف في البطوله، يعني انا اول ما دخلت كنت مصنف تقريبا رقم 17 على البطوله، ده بطولة ألمانيا. بطولة ألمانيا 17. فبدأت يعني البطولة وحطيت في دماغي إن مش لازم التصنيف بس هو اللي يخليك تكسب البطولة، فيعني بدأت يعني من أول ماتش فضلت مركز، يعني إن أنا لازم أفضل من أول ماتش شغال كويس لغاية آخر ماتش، يعني من أول ماتش لغاية آخر ماتش أنا مركز في البطولة الحمد لله، يعني ربنا أكرمني ويمكن ده حسن تصنيفي في هولندا، يعني كان تصنيفي من 3 ل4. بس كان معاك لعيبه مصريين يا عبد الله؟ كان معايا لعيب ثلاث لعيبه مصريين، عمر علي عزام وعمر توفيق واحمد غرابه. انا ما لعبتش غير عمر علي عزام في 16، ويعني كان بالنسبه لي ده مالتي باتش كويس، كسبت 3-2. ما هو طالما ترتيبك ال 17 يبقى اكيد قرعتك كانت صعبه. يعني اكيد قرعتك، ومع ذلك تخطيت كل ده وتوصل توصل الفاينل وكسبت الفاينل الحمد لله. طيب وطلعت من المانيا على هولندا، تقريبا غالبا هم بيبقوا نفس اللعيبه اللي بيشاركوا في البطولتين. غالبا يعني هما نفس اللعيبه، فرق بس لعيب واحد شارك بس هو ما كانش يعني جامد قوي، يعني هو برده يعني في بطوله هولندا كان برده درو كان مش كويس قوي لان انا برده ما كنتش مصنف رقم واحد او رقم اثنين، بس يعني كان طبعا احسن من بطوله المانيا يعني لان درو. دي صور ليك يا عبد الله، معلش قطعتك، دي انت هناك وانت هناك دي صحيح؟ طب احنا عايزين الشنطه دي يا عم عبد الله. لا بس حاجه جميله يعني ما شاء الله، دي صورك وانت جوه الملعب. ده كانت المباراه النهائيه دي ولا كانت ايه يا عبد الله؟ لا دي كانت سيمي فاينل. سيمي فاينل ما شاء الله. ده قبل المباراه ولا بعد المباراه؟ لا بعد. قبل؟ بعد. بعد المباراه. يعني كنت كسبت خلاص. كان كسب خلاص، هو شاف الابتسامه وبتاع، ودي الكؤوس طبعا انت خدتها اكيد يا عبد الله. دي جوه النادي الاهلي دي؟ ولا دي هناك؟ لا هناك. دي هناك برضه. هناك ها؟ طب قول النادي الاهلي. طب ودي برضه دي لحظه التدويج بقى دي في هولندا. خدت الثاني. طب قول لي انت يعني برضه انا عارف انت لعيب مؤدب ما شاء الله عليك يعني، ويعني بتسيب انطباع كويس في اي حته بتروحها، يعني شايف طموحاتك ازاي؟ يعني عايز تبقى ايه؟ يعني برضو خلي بالك السكواش فيه منافسه جامده جدا، انت عايز تبقى ايه؟ يعني طبعا نفسي ابقى الاول على العالم طبعا، يعني كل واحد نفسه يبقى كده، بس طبعا يعني هو بالتمرين يعني ان شاء الله يعني افضل مرن كويس يعني زي ما انا طبعا كابتن ناصر يعني طبعا مركز معانا في النادي يعني، فان شاء الله يعني نتحسن. اكتر توجيهات بيقولها لك كابتن ناصر ايه يا عبد الله؟ ان انت ما تركزش مع الحكم قوي، يعني الحكم ممكن يغلط، ممكن يعني يبقى كويس، ممكن يبقى وحش، يعني برضو لازم تركز في الملعب وفي اللعب اللي انت فيه. ناصر طبعا حكم دولي كبير جدا وحكم عالمي كمان، مش دولي بس حكم عالمي، فلما بيديك نصيحه زي دي يبقى اكيد شاف حاجه بتاثر عليك في الملعب. طب وانت بتنفذها ولا لا؟ طبعا. خلي بالك كابتن ناصر قاعد معانا اهو. طبعا. لا ان شاء الله انت يعني انا متفائل لك بمستقبل كبير ان شاء الله. طبعا. روح لمصطفى بقى.